كما قلت ولا أزال أردد، معاوية يتسبب في قتل 70,000، وبالأدلة الظاهرة البينة الرجل يتخذ هذا ذريعة للملك بدليل أنه لما صار ملكا، وهو ليس خليفة هو ملك، ويقول أنا آخر خلفاء وأول الملوك، وسيرته تؤكد تفاصيل سيرته أنه كان ملكا من الملوك، ليس أكثر من هذا، ملك من الملوك أيها الإخوة. نعم، وهو الذي فتح باب الملك إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذه. هذه الأمة تملك كما يملك قطيع غنم أكرمكم الله. نعم، وإلا ما معنى ما ذكرته 100 مرة قبل ذلك، وما ذكرته الكتب والدواوين، أن عبد الملك أحد جبابرة بني أمية، أن عبد الملك ابن مروان أيها الإخوة يبايع وفي حياته لأربعة من ولده، فلان فإن مات ففلان فإن مات، أربعة، لا أقول أربعة أجيال، ربما 8 أجيال أيها الإخوة، احتكرها هذا الرجل، شيء عجيب جدا. وحساسية الأمة ضعيفة حتى إزاء هؤلاء الحكام الظلمة، ممنوع أن تنتقدهم. عبد الملك رضي الله عنه وأرضاه ممنوع، عملوا فتوحات، فتحوا فتوحات كأنهم فتحوا لنا، كأنهم فتحوا لله ورسوله، لم يفتحوا لجيوبهم وخزائنهم وألوف الخصيان والعبيد والإماء في قصورهم، شيء عجيب. طريقة هذه الأمة في التفكير عجيبة جدا جدا جدا، طريقة مزورة ملعوب عليها، أمة مخدوعة ولا تزال أيها الإخوة. على كل حال، معاوية لما صار ملكا لم يقتص من قتلة عثمان، هو تسبب في مقتل 70,000 من أجل أن يثأر لعثمان، شيء عجيب جدا. وما في الإسلام منطق الثأر، وما في الإسلام إيه أن يأتي مثل معاوية وطالب بدم عثمان، أنت لست ابنه، أبناؤه 5 متوافرون حاضرون ولم يرفعوا دعوة عند أمير المؤمنين علي يطالبون بدمه، ما مدخليتك أنت؟ ما دخلك أنت؟ كلام فارغ، شيء عجيب جدا. لم يقتل هؤلاء الذين إيه؟ يظن أنهم تمالأوا على عثمان أو شاركوا في قتله أو باشروا قتله، تركهم تماما. لماذا؟ لأن الملك سار إلينا، وهذا الذي كنا نريده، وتصرف كملك وليس كخليفة راشد. لم يقل أحد له عقل من هذه الأمة إنه خليفة راشد، رضي الله عنه وأرضاه. من سب معاوية أمه هاوية قطع الله لسانك، قطع الله لساني، أمي هاوية وأنت أمك ما شاء الله ناجية. لماذا؟ لأن الرجل تسبب في قتل 70,000 ورضي الله عنه، رضي الله عنه. وأنا أقول رضي الله عن هذه العقلية المتناقضة المتشاكسة، بالإزاء بالله عليكم، بالله الذي خلقكم وصوركم أيها المسلمون والمسلمات وأنشأ لكم عقلا وفهما، تقبلون وتبكون، نعم نعم وأنا معكم وأنا منكم، تقبلون وتبكون أن النبي أفاد أنه يقتص منه لو ظلم أحدا من الرعية من المسلمين، حتى لو خادما أو خادمة، قال لولا خشية القود، قال يقتاد مني يوم القيامة. في معجم الطبراني أيها الإخوة، أعتقد الصغير والأوسط، هذا ما أذكره، وأخرجه أبو يعلى على كل حال، واستند في الجملة جيد بفضل الله، ولعلكم تعرفون هذا. النبي في آخر حياته قبل وفاته بأيام يسيرة يقول يا فضل يا فضل ابن العباس خذ بيدي، قال كان متوعكا وعصب رأسه صلى الله عليه وآله، نفسي ونفوس العالمين له الفداء. قال فأخذت بيده حتى جلس على المنبر فقال صح في الناس، فصحت في الناس، فلما توافر وقام فخطب فقال أيها الناس، وقد ذكرت هذا مرة، إنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم، أوشك أن أدعى فألبي فأجيب، ألا أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، أضربه ظهري الآن، لأنه يوم القيامة ما في لعب، ما في لعب، ما في إنه رسول الله، رسول الله نعم رسول الله، ولكن ما في ظلم، لأن الله ليس رب رسول الله فقط، هو رب العالمين مؤمنهم وكافرهم، سيدهم وعبدهم. هذا الدين أقبله، هذا الدين يتنزل على القرآن الكريم، هذا دين القرآن، ليس دين أمية وبني عبد شمس، ليس دين الفقهاء والعلماء والأئمة الذين قتلوا الحساسية لدينا في دماء المسلمين. يا إخواني، أنا لا أستطيع أن أتقبل هذا ولا أستطيع أن أتفهمه. ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، فليقم فليشتمني، أقبل هذا يقول النبي. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ألا
ولا يقولن أحدكم أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وإن الشحناء والخصومة ليس من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي اليوم من يقوم فيأخذ حقه أو يحللني، فإني أحب أن ألقى الله وأنا سليم، سليم الصدر أيها الإخوة، لا مظلمة لأحد عندي، لا مظلمة لأحد عندي، ألا وإني لا أرى هذا مغنيا عني حتى أقوم فيكم مرارا. قد تخجلون، قد تستحيون، قد يهونكم، تستهولون أن يقوم أحد يطلب بحقه من رسول الله أو يريد أن يقتاد. قال لا، أنا سأكرر هذا. ثم صلى لعلها الظهر، فلما انصرف من صلاته قام صعد المنبر فكرر الكلام وذكر الشحناء، أي لا تخشوا الشحناء مني، أي يتغير صدري أو يوغر على واحد منكم يطالب بحقي. قال لا لا، أنا لست مثلكم، الناس هكذا، الناس تعطيه دينا يدعو لك، إذا طلبت دينك دعا عليك، هؤلاء هم البشر، تطالب بحقك فيدعو عليك. النبي يقول لا لا، أحبكم إلي الذي يطلب حقه، أدناكم إلي. لماذا هذا يا رسول الله التحريج كله؟ يعلم أنه يوم القيامة القود لا محالة، القصاص لا محالة، ونضع الموازين القسط، وبالإزاء تقبلون. تسبب في قتل 70,000، يا سيدي اجتهد فأخطأ، وحجر ابن عدي وأصحاب حجر قتلهم صبرا، مكتوف أيديهم، قطعوا رؤوسهم، هذا اجتهاد أيضا، وقتل الأطفال الصغار وسبي النساء المسلمات رضي الله عنه وأرضاه، قتل ذبح مجازر أنهار رضي الله عنه وأرضاه. من هنا حساسيتنا ضعيفة. سمرة بن جندب يقتل 8,000 في 6 أشهر، ولو قتلت إليهم مثلهم، قال ما خفت، لا أخاف، قال ما في مشكلة إن شاء الله. صحابي رضي الله عن سمرة قاتل 8,000 في 6 أشهر لأنه صحابي. من أين من أين من أين تنشأ فينا حساسية إزاء الدماء، إزاء الأرواح البريئة، إزاء النفوس المعصومة، ونحن نغذى نغذى نحشر أيها ونحقن بهذا الفقه يا إخواني، هذا الفقه الزائف الكذوب الظلوم، يبرأ منه الكتاب والسنة. فقام وذكر الشحناء ثم قال أيها الناس، ومن كان أخذ شيئا فليرده، ولا يقول لن أخشى الفضوح، فإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. ألا أيها الناس، ومن كان يخشى من نفسه شيئا فليقم لأدعو له. الله أكبر، هنيئا لهم، هنيئا لهم، يا هنيئا لهم بدعوة قد يستحيل أمرك إلى رشد بإذن الله ومصيرك إلى خير. فقام رجل فقال يا رسول الله، أخذت مني 3 دراهم. قال أما إني لا أكذب رجلا في قوله ولا أستحلفه، ولكن أخبرني كيف صارت إليك الدراهم 3، ما حكاية الدراهم هذه؟ قال ألا تذكر يا رسول الله يوم كذا وكذا إذ مر بنا مسكين فقلت أعطيه 3 دراهم؟ قال نعم، بلى بلى أذكر، أعطيه يا فضل 3 دراهم، فضل ابن عباس رضي الله عنهما. فأعطاه، ثم قام رجل فقال يا رسول الله، النبي حثهم على ذلك وشجعهم وألهب همتهم، من كان يشكو من نفسه، من كان يخشى من نفسه شيئا فليقم لأدعو له، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله أكبر، يا ليتنا كنا معهم. فقال يا رسول الله، أما إني لكذوب وإني لمنافق وإني لنؤوم، فادعوا الله لي. كذاب، قال له أنا، ومنافق، الإيمان لم يباشر قلبي، لم تخالط بشاشته قلبي حقا، في شك وريب من أمر الدين أنا. اعترف الرجل وأسعده الله بهذا الاعتراف، ولم يخشى الفضيحة. النبي قال فضوح الآخرة، الدنيا كلام فارغ، الدنيا تذهب كلها، كلام فارغ،
الآخرة، فضوح وعذاب أليم، وربما يكون عذابا مقيما. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله صادقا، اللهم اجعله صادقا، وارزقه إيمانا، وأقمه متى شاء. يشكو النوم، رأسه ثقيل كما يقال، ينام كثيرا. قال: أقمه، أيقظه من نومه متى شاء، يصلي القيام، يصلي غيره. دعوة أسعدته. فقام رجل وقال: يا رسول الله، لقد أغللت 3 دراهم، سرقت أنا من الغنيمة 3 دراهم أمام الناس، ما في شيء مخيف. فقال: ولم غللتها؟ قال: احتجت إليها، كنت محتاجا. قال: أدها، أعدها. فأداها. وقام الثالث وقال: يا رسول الله، أما إني لكذوب مثل الأول، وإني لمنافق. طبعا كيف يكون صادقا وهو منافق؟ كل منافق كذاب، كل منافق كذاب أيها الإخوة. لكن مش شرط أن يكون كل كذاب منافقا، منافق اعتقاد، نفاق اعتقاد أبدا. لكن المنافق نفاق عقيدة، أكبر كذاب، هو يكذب في شأن الدين أصلا، يكذب على جماعة المؤمنين، أليس كذلك؟ كل منافق كذاب. لكن مش كل كذاب منافق نفاق عقيدة، فيه خصلة من نفاق العمل. إني لكذوب وإني لمنافق، وما من شيء إلا قد أتيته. قال: إيش يخطر على بالكم من الذنوب؟ أنا فعلته كل الكبائر، وما من شيء إلا قد أتيته، فادعوا الله لي. قال: اللهم ارزقه صدقا، وارزقه إيمانا، وصير أمره إلى خير. نقبل هذا الحديث ويبكي قلوبنا قبل أعيننا، وهو حق بإذن الله تبارك وتعالى. كيف نقبل هذا ونقبل في حق الصحابة، لأنهم مجرد صحابة أيها الإخوة، أن يذبحوا وأن يقتلوا وأن يكذبوا وأن يدجلوا وأن يخدعوا وأن يدمروا الأمة وأن يمزقوها، ورضي الله عنهم وأرضاهم. ما هذا التناقض؟ أنا أقول لكم، عقولنا متناقضة، شخصياتنا متناقضة، أهل السنة يقولون بهذا. ما عاد يعنينا لا سنة لا شيعة لا زيتية لا معتزلة، نريد الدين الحق يا إخواني، نريد دين القرآن. هذه أمة يكفر بعضها بعضا، يذبح بعضها بعضا، يظلم بعضها بعضا، يكذب بعضها على بعض على مدى التاريخ. ما هذا؟ ما هذا؟ نريد الحق، نريد أن ننجو، نريد أن نرتاح، نريد أن نعيش بشخصية غير منفصمة غير متشاكسة يا إخواني. هذا الذي نريده إن شاء الله. لا تحنين الألقاب والمنشطات واللافتات الفارغة، دمرت الأمة، مزقت الأمة هذه اللافتات أيها الإخوة.